بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة هناك فيديو انتشر بشكل غزير جدا على الإنترنت حول موضوع الإعجاز العددي، وذكر فيه أن كلمة يوم لم تتكرر 365 مرة بعدد أيام السنة، وذكر أيضا أن كلمة شهر لم تتكرر 12 مرة بعدد أشهر السنة. كذلك هناك معلومات انتشرت على الواتساب أن الإعجاز العددي هو مؤامرة يروج لها البعض للتشكيك بالقرآن الكريم، وذكرت إحصائيات تشكك بالإعجاز العددي وإحصائيات أخرى خاطئة. المهم أيها الأحبة، هذا الموضوع أحببت أن أوضح لكم بشكل علمي دقيق نرى بأعيننا. أنا لدي الآن برنامج اسمه إحصاء القرآن الكريم. هذا البرنامج أيها الأحبة برنامج متخصص في إحصاء القرآن بدقة بنسبة 100%، يعني لا يوجد هنا 99.999%، لا، الدقة هنا 100%. فعندما نبحث عن كلمة يوم يجب أن نعرف ماذا نبحث، يعني مثلا كلمة يومئذ هل تعد أو لا تعد؟ كلمة يومكم هل تعد أو لا تعد؟ كلمة يومين هل تحصى أو لا تحصى؟ لأن القضية هنا أيها الأحبة أننا عندما نقول أن كلمة أو إن كلمة يوم منفردة تكررت 365 مرة بعدد أيام السنة، يعني ينبغي أن نحصي كلمة اليوم ويوم ويوما، يعني كل الصيغ المنفردة من غير المتعلقات بها، يعني يومكم يومئذ يومين أيام كذا، كل هذه لا تحصى. طيب تقول لي لماذا لم تحصيها؟ أقول لك ببساطة لأنني لست أنا من أنزل القرآن، الذي أنزله هو الله عز وجل، هو والله يعلم ما ينزل، الله أعلم بما ينزل من كتاب. فهذه الأرقام أيها الأحبة نحن وجدناها هكذا، وجدنا أن الله تبارك وتعالى اختار في هذا الكتاب العظيم أن تكون كلمة يوم بالمفرد ذكرت 365 مرة بعدد أيام السنة. دعوني الآن أكتب هنا كلمة يوم، لأكتب كلمة يوم ثم أبحث كما نرى إحصاء الكلمات التي يوجد بها. هنا كلمة يوم، دعوني أولا أفصل واو العطف لكي نسهل عملية الإحصاء، ثم أبحث عن كلمة يوم كما نرى أمامنا أيها الأحبة. يوم باليوم مفرد، يوما اليوم، يوم يومين سنستثني هذه النتيجة، القيوم طبعا كلمة أخرى، ولكن البرنامج يخرج لك أي كلمة فيها ياء واو ميم، هو لا يعلم ما معنى الكلمة يعني. فالبحث أحبتي في الله ينبغي أن تحصي الكلمات التي فيها هذه الحروف الثلاثة ياء واو ميم، ثم تختار الكلمات المفردة وتنظر هل تساوي 365 أم لا تساوي، ولا تقول لي لماذا أحصيت كذا أو كذا أو كذا. هذا نظام قرآني أحبتي في الله، يعني الله تعالى أنزل القرآن بهذا الشكل، فلسنا نحن من يشترط على الله عز وجل أن يضع أرقام محددة لتناسب عقولنا، لا، هو أعلم بما ينزل. نتابع ليوم، يومئذ طبعا نستثنيها، يومكم كما قلنا نستثنيها لأن هذه فيها حروف متعلقة، القيوم نستثنيها، يومكم أيضا فيومئذ، يومهم أو يومهم،
الآن انظروا أيها الأحبة كم بقي معنا هنا، 365 كلمة، وهذه هي الكلمات أمامكم. من أحب يستطيع أن يستخدم هذا البرنامج ويتأكد آية آية يعدها بنفسه. طيب لماذا اختار الله أن تكون كلمة يوم بهذه الصيغة 365 مرة؟ هنا نقول الله أعلم، لأننا لأن الله لو أنزل كلمة يوم ويومين وكذا سيأتي من يقول لماذا لم تعد فقط كلمة يوم، لماذا حسبتم يومئذ؟ لأن يومئذ غالبا تدل على يوم القيامة مثلا يعني، أو كلمة يومكم يعني لها من ناحية الاشتقاق اللغوي. أيها الأحبة نحن نعلم هناك سوابق ولواحق، هذه قضية لغوية لا نريد أن نخوض فيها. المهم كلمة يوم منفردة حسب هذا الإحصاء تساوي 365 مرة. أنت تريد أن تعتبر هذا إعجاز أو لا تعتبره موضوع آخر، لكن لا تشكك بالأرقام الواردة في القرآن. قل أنا لم أقتنع، ولكن لا تشكك. هذا إذن انتهينا منه. الآن كلمة شهر، سأكتب كلمة شهر هكذا وأبحث بنفس الطريقة إحصاء الكلمات التي يوجد بها. الآن البرنامج أخرج لي شهر، الشهر، الشهر بالشهر، أشهر، هذه كلمة جمع. طبعا هناك إعجاز أيها الأحبة، أيضا لو أحصينا الكلمات التي فيها جمع سنجد إعجازا آخر، ولكن موضوعنا الآن أنا فقط لأرد على بعض الفيديوهات المنتشرة وبعض البوستات التي وصلتني بكثرة يعني، ولا زالت تصلني. بالشهر، الشهر مفردة، أشهر جمع نستثنيها، شهرين مثنى نستثنيها، الأشهر أيضا جمع نستثنيها، شهرا، شهر، شهرين. انظروا هنا كم، 4 8 12 نتيجة. إذن كلمة شهر تكررت 12 مرة وثمانية أنواع، يعني ثمانية أشكال لها. إذن كلمة شهر منفردة تكررت 12 مرة بعدد أشهر السنة. لا تقتنع بالنتيجة يعني، هذا حقك، لا تقتنع، لا مشكلة، الإعجاز العددي لا نفرضه نحن على الناس يعني، كل إنسان قد يقتنع وقد لا يرى أي إعجاز يعني. أحد المتخصصين في مجال معين ناقشته مرة بالإعجاز العددي، قال لو أثبتت لي أن كل القرآن يقوم على الرقم 7 من أول كلمة إلى، هذا لن يزيد إيماني شيئا. قلت له أنت حر يعني. هذه قضية أيها الأحبة، هناك من لا يحب أن يتأمل ويتدبر ويتعمق ويخشع قلبه ويستمتع، يقول لك أنا مؤمن ولا أريد هذه الأشياء، فهو حر، ولكن لا يشكك. لا تشككوا بالأرقام قبل أن تروا وتنظروا. طبعا هناك أخطاء كثيرة في الإعجاز العددي، هناك أخطاء كثيرة جدا جدا، وبخاصة من يتنبأ بالغيب ويتنبأ بأمور تتعلق بحسابات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، هذه كلها يعني نحن لا نعترف بها، ولكن لا تشكك برقم موجود في القرآن. طيب الآن أنا لدي كلمة الدنيا والآخرة. كثير قال هو بحث عن الدنيا لم يجد 115 مرة، بحث عن الآخرة لم يجد نفس الرقم. طيب لماذا؟ انظر أيها الأحبة، سنبحث عن كلمة الدنيا هنا، الدنيا، وعندما تبحث هكذا أنت هكذا بحث، أنا عندي 115 مرة في 111 أي. طبعا لماذا هنا 115؟ هنا هناك آيات فيها الدنيا مرتين، يعني مثلا أنا هنا سأضغط على التكرار سيعطيني الأكثر. أنا لدي هنا آية فيها الدنيا مرتين، اعلموا أنما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولدي هذه فيها مرتين وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، نفس المعنى ونفس الصياغة.
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهنا أيضا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذن أحبتي في الله، رأينا أن لدينا كلمة الدنيا 115 مرة. نبحث عن الآخرة، هنا المشكلة. عندما نكتب الآخرة، انظروا أيها الأحبة، سأبحث عنها، أعطاني 112 نتيجة. انظروا 112 نتيجة أو 112 مرة. سيقول لك انظر، الدنيا صحيح تكررت 115 مرة، ولكن الآخرة لم تتكرر 115 مرة، لأن هناك آيات لم تذكر فيها كلمة الآخرة، ذكرت للآخرة مثلا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لذلك أنا ماذا أفعل؟ أنا أقوم فقط بحذف الألف وأكتب هكذا الكلمة وأبحث، سيعطيني 115. لماذا؟ لأنه أخرج الآيات التي فيها ولا الآخرة، مثل هذه الآية، آخر آية، ولا الآخرة. أنت إذا كتبت الآخرة لن تخرج هذه النتيجة، ستظن أن هناك خطأ في حسابات هذا الباحث في الإعجاز العددي. لا، النتيجة صحيحة. إذن وهنا أيضا، وإن لنا للآخرة والأولى. إذن أيها الأحبة، الدنيا 115 مرة، الآخرة 115 مرة. هناك من يعترض أيضا ويقول طيب الدنيا أحيانا لا تدل على الحياة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني الدنيا السفلى يعني، أو معنى الأقرب أو كذا. هذه أيضا مشكلة أخرى، يعني إذا أخذنا الكلمة بالمعنى تقول لماذا اخترت المعنى، إذا أخذنا الكلمة بغض النظر عن معناها كرسم تقول لماذا أهملت المعنى. فأنت لن تصل إلى نتيجة ما دام دماغك يحب أن يشكك. أنا لدي الدنيا بمعناها العام هي الحياة الدنيا، حتى أن الحياة سميت الدنيا لأنها سفلى، الله جعل الآخرة هي الأساس، والدنيا سميت الدنيا لأنها دنيا فعلا، من الدنو أو الأدنى يعني. طب أنا لدي كتاب الدنيا فيه 115 مرة والآخرة 115 مرة، يعني شيء فعلا لطيفة قرآنية، لا داعي للتشكيك. هناك أيها الأحبة يعني إحصائيات كثيرة، أنا لن أخوض فيها لكي لا أطيل عليكم، ولكن يعني أدعوكم لتحميل هذا البرنامج على الكمبيوتر. طبعا هذا البرنامج لا يعمل على الموبايل للأسف، نحن نحاول أن نقوم بصنع تطبيق يمكن تحميله على الموبايل وموقع إلكتروني، نعمل على ذلك يعني، هناك صعوبات تقنية، الله ييسر ذلك. ولكن هذا البرنامج يعمل على اللابتوب والكمبيوتر مع نظام ويندوز حصرا يعني، فيستطيع كل واحد أن يقوم بتحميله واستخدامه ويتأكد هو بنفسه من هذه النتائج، لا داعي لأن يشكك أو يستمع إلى فلان أو فلان أو فلان، يتأكد بنفسه من هذه النتائج ثم يتأمل هل هذا يعني شيء إلهي أم أنه مصادفة. كل إنسان طبعا لديه، يعني أنا بالنسبة لي أعتبر أن كتاب الله ليس فيه مصادفة، وأن كتاب الله منظم تنظيما شديدا جدا. نحن أحبتي في الله حاولنا مع كتب أخرى أن ندخلها في هذا البرنامج، لا، لم تنضبط إلا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يعني تشعر أنه كتاب مبرمج، مرقم، منظم، كل حرف في مكانه، كل كلمة في مكانها. لذلك يعني هذا دليل على أنه كلام الله تبارك وتعالى. بالنسبة لأسئلتكم، من أحب أن يطرح علينا أسئلة لديه بعض الإحصائيات التي لم يعرف كيف يستخرجها، يمكن أن يسألنا، ونحن طبعا يعني إن شاء الله أنا معكم ونجيب عن هذه التساؤلات باستمرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.